بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة كورس الرسم، بنرسم مراكب، سرير، توتة. لا لا، في اتجاه واحد كده. احنا بنلون كده، بنلون كده. حاضر، اصورني. صورتك يا توتو. ما غنيتوش يعني المرة دي. يلا ميس سامع حافظة أغنية. ايه الأغنية؟ حافظة جرجر. ايه لا بلاش، ما تقولهاش تاني. ده حاجة هو اللي عرفت عليها. لا خلاص بقى. رحتنا مدرس ده مش فاكر ايه اللي حصل، فبطل يفرق الميس في الحرفات. عادي عادي اتكلمي. فخلتها بقى تلبس فونتات. لا لسه اللوحة طرية، استني. يلا يا سارة، الفاتح الفاتح. يلا وريني، اصورك وانت بتلوني. لا ده غامق جدا. ماشي ماشي، بس انتوا بوظتوا اللون الفاتح. بصي هقولك، انا معايا احلى حاجه في الالوان الجواش ان بتقبل طبقات. يعني احنا حطينا لون ومش عاجبنا، نستنى لما ينشف ونحط اللون تاني، بس المهم يكون اللون نشف عشان ما يسحبش منه. ثواني يا توت، انا ممكن اشتريها. ميس الالوان دي قلت اسمها ايه؟ بوستر كولر. دي الصيني، في فرنساوي، في انجليزي، بس كل حاجه على قد ثمنها. يعني دي ارخص نوع. دي صيني. لا دي مش صيني، دي كوري. وريني وريني، هصورهم. هي دي بوستر كولر، دي كوري. الكوري ده ما بيلطش، من احسن الوان انواع الرخيصه. عندكم الالوان الحلوه جدا، في بيبيو وفي تالنز وفي انواع تانية طلعت جديده، بس انا اللي انا عارفاهم القدام ما زالوا موجودين. بيبيو وتالنز، تالنز انجليزي وبيبيو فرنساوي، بس غالي جدا. دي من اجمل الالوان، بتدي نقاء للوحه، بس الشاطر مش هتفرق معاه، هيعرف يتصرف برضه، صح ولا لا؟ لا مش تعالي تعالي، لو لسه مش خربتها. اللون الفاتح. نعم يا حبيبتي، حاضر. على فكره كل ده على اليوتيوب. نروح نعك حاجه في البيت ونصورها. امال انت ليه ما قلتليش هيك بدري؟ شفتي؟ ما اقول لكم سيبنا من الرسم ونعمل طبيخ احسن. لا لا رسم. لا يا شيخة، الطبيخ أحسن. لا بس أنا بحب أتابعك كده. أنتوا رأيكم إيه، نعمل إيه في اللوحة تاني ونعدل فيها؟ حازم على فكرة أنت ما خلصتش وقايم تلعب. هصوركم أنت وأحمد. هصوركم؟ ماشي. أنا مسكرة إحنا كده. ها هنعمل اللون البني ازاي؟ هنحط ايه على ايه عشان يعمل بني؟ احمر. ايوه على ازرق. ايوه احمر على ازرق. احمر على ازرق يدينا ايه؟ يعني كده السنه اللي فاتت ده. ها بربل. ايوه ها على ابيض ولا حاجه؟ لا البني غامق، مش ينفع على الابيض خالص. ها اصفر. مش فاكره. لا انا مش عارفه، انا حطيت اول ليه. هنحط احمر وازرق واصفر، الثلاث الوان الاساسيه هيعملوا بني، بس بدرجات. هنحط ازرق كتير والاحمر كتير. لا هنحط الاحمر، هنعمل برتقاني يعني، احمر واصفر
وبنحط عليه ايه؟ نحط عليه ازرق. يعني هنعمل برتقاني ونحط عليه ازرق، يعني ثلاث الالوان الاساسيه. هو هيدمج الالوان كده ببعض فيطلعوا مزاج حلو. هندمج الالوان ببعض. انت خلصتي راحتك طبعا، انت قاعده ماشي. اه ماشي ماشي. هنعمل لون البني للمسات. حاضر.